السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. لالة خديجة، بالنسبة لل أنك كتصلي يوم الجمعة واحد البركة ديال الصلوات وتهديها الأم، هذا في خلاف بين العلماء. فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول لنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بعض العلماء قال لك بأن ما يلحق الميت غير هالثلاثة حيث منصوص عليهم. صدقة جارية يعني خلى شي أرض فلاحية، فتح شي بير، دار الآبار باش يساعد الناس على السقي، أو دار أي عمل اجتماعي صدقة جارية. أو علم ينتفع به، خلى كتب، خلى تسجيلات، خلى شي مدارس، علم ينتفع به سواء كان ديني أو دنيوي. أو ولد صالح يدعو له، خلى ولدك يدعو له كيهزوا الفاتحة. بعض العلماء اللي هما عندهم الظاهر ديال الأحاديث قال لك ثلاثة فقط هي اللي كتلحق بالميت، لكن هناك علماء موسعين قال لك هذه خرجت على مخرج التغليب، وإلا فكل عمل صالح تقوم به إما في العبادات أو في المعاملات ترجو به صدقة على ميت إن شاء الله ربنا يتقبله، فالعمل جائز. وأعطوا مثال بالمرأة التي أمها لم تحج وماتت، قالت يا رسول الله إن أمي قد ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أولى. فهذه المرأة ما حجتش وبنتها بغت تعطيها الصدقة بالحج ديالها، قال لها جائز. بعض العلماء قال لك لا، هذا راه النبي صرح وبين باللفظ بأن هذا الحج كاين، أما غيره لا. نعترض ونقول بأن سيدنا النبي لم يجب مباشرة وإنما قال لها أرأيت لو كان على أمك دين. هذا كيتسمى الأرأيتيون، كيسموهم الأرأيتيون، هما اللي كيستعملوا القياس، يعني النبي الكريم أرشدها إلى القياس، بس العلماء يعرفوا باش يستعملوا القياس في الأشياء الغير المذكورة. وهذا واحد التيار في الفقه الإسلامي قديما يسمى الأرأيتيون، اللي هما كيستعملوا الأقيسة حتى في العبادات. البعض يقول لك القياس يستعمل في المعاملات لأن حق البشر، أما العبادات حق الله لا يستعمل فيها القياس، وهذا كلام غير منطقي. التقسيم بين العبادات والمعاملات كل دين، لأن إن الدين عند الله الإسلام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فكل دين بإذن الله. فعلى الرأي الراجح لالة خديجة، وهو أنك تصلي واحد الصلاة أو تصومي واحد الصيام أو تحجي واحد الحجة أو عمرة أو تقرأي شي من القرآن الكريم، هذا عمل تعبدي، ونويتي النية ديالك أنك تلحقي الميت من الأموات إما الوالدين أو الأحباب، إن شاء الله يكون عمل جائز ويا رب يكون مقبول عند الرحمن سبحانه وتعالى. الله يتقبل منك لالة خديجة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.